احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها لسه ما لدينا أي اتصال من جمهورية الحكومة بلبنان حتى الآن. وزير خارجية جنوب السودان ينفي للمستقبل وجود أي متابعة رسمية لبنانية لمعاناة مئات اللبنانيين في جوبة. القرار اللي اتاخد من غرفة الدرجة الأولى إن احنا نبدأ بالمحاكمات الغيابية في قضية حسن حبيب مرعي مش راح تأثر على ابداء المحاكمات في 16 يناير. المحكمة الدولية تواصل وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المحاكمات في 16 من الشهر المقبل، ولبنان يسدد حصته من موازنتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. براميل الموت تحصد عشرات الأرواح في حلب ودرع والقنيطرة وحماة. صباح الخير. بعد سجلات وتبادل الاتهامات بين وزراء حكومة تصريف الأعمال، دوت فضيحة جديدة في أروقة الحكومة. فضيحة بطلها هذه المرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، الذي ترك مواطنين لبنانيين عالقين في دائرة النار في جوبة عاصمة جنوب السودان. فالوزير منصور الذي قال إنه يتابع أوضاع اللبنانيين العالقين هناك، فضحه نفي واضح وصريح لوزير خارجية جنوب السودان في اتصال مع تلفزيون مستقبل، أن يكون وزير الخارجية أو أي مسؤول في الحكومة اللبنانية قد تابع قضية اللبنانيين العالقين في جوبة. التقرير لربيع شنطف. لا يزال مئات اللبنانيين عالقين في منطقة جوبا جنوب السودان، حيث تدور أحداث أمنية نتيجة محاولة الانقلاب على الحكم، ولا تزال الحكومة اللبنانية غائبة عن السمع بشهادة وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين خلال اتصال مع تلفزيون مستقبل. لسه ما لدينا أي اتصال من جمهورية الحكومة بلبنان حتى الآن. حكى أن وزير خارجية لبنان اتصل بحضرتك وحكي معك بهذا الموضوع. لسه ما جانا أي كلمة من حكومة لبنانية. أول حاجة مثير اللبنانيين في جمهورية جنوب السودان خصوصا في جوبا في أمان الله وفي كل سلام، والحكومة مسيطر على مدينة جوبا ومناطق جنوب السودان كلهم في محله. اللبناني عايز يطلع لأن المطار فاتح، مطار جوبا، وفي طيارات جايين، في طيارات مصرية، في طيارات من كينيا، وطيارات من يوغندا، من إثيوبيا، من السودان، كله في طيارات جاية يمكن يتحرك فيها. وفي ظل غياب الحكومة تقوم مبادرات فردية بإعالة اللبنانيين ما أمكن. في مشاكل كثيرة وسط اللبنانيين، لأنه أكثر من 700 واحد لبناني موجودين، يعني اللي احنا واصلين لهم عم نجرب نساعدهم، واللي نحن ما واصلين لهم ما بعرف شي عنهم. تساعدوهم يعني بأي معنى؟ تأمنوا لهم احتياجاتهم ولا احتياجاتهم كأكل كأكل أو كشيء؟ لبنان بعد ما قادرين، يعني هذه صارت تطلع عن مثل بيقولوا عن مقدرتنا. يعني الحكومة المتلهية بصفقاتها وفسادها تترك إذن مجددا لبنانيين لمصيرهم كما حدث مرات عدة. تنطلق المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 16 من كانون الثاني المقبل. هذا الأمر أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف في حديث خاص لتلفزيون المستقبل، مؤكدا أن التحضيرات أنجزت. 16 من كانون الثاني المقبل هو موعد بدء المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، حيث تتحضر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي للجلسة الافتتاحية التي قد تستمر 3 أيام، وسيجري خلالها تلاوة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الأربعة، أي الدفعة الأولى من المتهمين، وهم مصطفى بدر الدين، سامي عياش، أسد صبرة، وحسين عنيسي. وأعلنت المحكمة أيضا أنها قررت محاكمة المتهم الخامس من حزب الله حسن حبيب مرعي غيابيا، وذلك بعد أن قررت غرفة الدرجة الأولى هذا الأمر. القرار اللي اتاخد من غرفة الدرجة الأولى إن احنا نبدأ بالمحاكمات الغيابية في قضية حسن حبيب مرعي
مش راح تأثر على ابتداء المحاكمات في 16 يناير، بس لحد امبارح ما فيش قرار اتاخد بتأجيل المحاكمات في 16 يناير. الخطوة اللي هتحصل بعد القرار اللي اتاخد من غرفة الدرجة الأولى على رئيس قسم الدفاع اللي هو فرانس بارو، اللي هو يعين محاميين لحسن حبيب مرعي، وفي هذه المرحلة يعني هيستلم المحاميين لحسن حبيب مرعي كل الإجراءات اللي سوف تقدم من الدعاء في المحاكمات. وإحنا طبعا واثقين إن يعني ممكن الإجراءات تحصل في خلال الأسبوع أو أسبوعين اللي جايين. الجلسة ستشهد حضور عدد كبير من المتضررين جراء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعد أن أخذ القضاة قرارا بذلك، حيث سيتلو الادعاء العام كلمة ويليه الوكيل القانوني للمتضررين أو بحسب ما سمتهم المحكمة بالضحايا. وبعد هذه المرحلة في 9 يناير، في أسبوع 9 يناير سوف يكون في جلسة تمهيدية لغرفة الدرجة الأولى لتأكيد يعني كل الخطوات اللي المفروض تتاخد قبل ما نبدأ المحاكمات في 16 يناير. الأوبنينج ستيتمنت راح تاخد حوالي يوم ونص أو يومين من الدعاء، وبعد هذه المرحلة هيكون في برضو الأوبنينج ستيتمنت من الممثلين للمتضررين، وبعد هذه المرحلة سوف يكون في يمكن يكون في برضو أوبنينج ستيتمنت من الفريق الدفاع، وبعد الأوبنينج ستيتمنت من كل الفريق سوف يكون نرجع للمرحلة إلى الدعاء لتقديم اللي هو الجزء الأول اللي اعتبر زي ما سموه في الجلسة السابقة الشابتر 1. أما في قضية مرعي فيفترض أن يكشف الادعاء مستندات الاتهام السرية، وأن يرفع قاضي الإجراءات التمهيدية دانييل فرانسن يده عن الملف، وقد طلب فعلا الادعاء من فرانسن ذلك. وتتوقع المحكمة أن تغطي الجلسات وسائل إعلامية لبنانية وعربية وعالمية، قد يصل عددها إلى 150 وسيلة، وستبث مباشرة على الهواء ليتسنى للجمهور حضورها. بعد تحذيرات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ونصائحه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس المكلف تشكيل الحكومة، بحث الرئيس ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا مساء أمس مع رئيس تمام سلام المراحل التي بلغتها المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. اعتبر اللواء الشرفريفي أنه منذ اليوم الأول على دخول حزب الله للدفاع عن النظام السوري ارتكب خطأ تاريخيا، وزاد من هذا الخطأ اعتباره القتال في سوريا قتالا وجوديا، متسائلا ماذا لو انتصر الشعب السوري وهو حتما سينتصر، فهل يلغى وجودك؟ اللواء ريفي وفي حديث لصحيفة المستقبل دعا السيد نصر الله للاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، لأن صراع الوجود هو فقط مع عدونا التاريخي مع إسرائيل، أما مع الشعب العربي فليس صراع وجود، مضيفا لن تستطيع الانتصار عليه لا أنت ولا النظام الطاغي بشار الأسد. ونفى ريفي أن يكون إعلان طرابلس إعلان حرب، وقال نحن نمد يدنا للبنانيين جميعا وسنبقى نمد أيدينا للجميع، إلا إذا اعتبر السيد أن مشروع الهيمنة الإيرانية ترنح وهو على حافة السقوط. وهنا أدعو الجميع حتى في حزب الله بأن يعيدوا النظر في واقعهم وكيف تتجه الأمور. كلام الأمين العام لحزب الله المتوتر قبل يومين جاء بعد قصف تمهيدي من حلفاء نصر الله وقيادات حزبه على رئيس الجمهورية بسبب مواقفه من قتال حزب الله في سوريا وموضوع تشكيل الحكومة الجديدة ورفضه التمديد. التقرير لمحمد بركات. خلال الأسبوعين الأخيرين قاد سياسيو الثامن من أذار استطلاعا هجوميا ضد رئيس الجمهورية، تبين مع خطاب السيد حسن نصر الله الأخير أنه كان مقدمة للهجوم الأساسي من رأس قوى الثامن من أذار ضد رأس الدولة اللبنانية. كل ذنب الرئيس أنه اتخذ موقفا حاسما من مشاركة حزب الله في الحرب على الشعب السوري. إن الوهم بتخطي الوطنيات والكيانات وإلغاء الحدود في سبيل جهاد أممي أو نصرة طائفية لا يسقط الدولة فحسب، بل يحطم إمكان تكوين الهوية الوطنية الجامعة ويؤدي إلى زوال الدولة والوطن معا. والهجومات تتفاوت، لكنها في العمق تهدف إلى جعل الرئيس يدفع الثمن. فها هو وكيل تحسس الرقاب في إعلام التخويف والتخوين يهدد الرئيس ويهينه صوتا وصورة ولا من يحاسب. إذا رئيس الجمهورية بده يعمل تمديد، بده يسترجي يحكي مع غازي العريضة ونوراه وليد جملاط. ليش ربطتها بهالطريقة؟
عملك بيسترجي يعملها؟ هو ما بده يعمل تمديد. بده يعمل تمديد. أما الوزير السابق وئام وهاب فشن عليه هجوما تهديديا غير مسبوق. ولا نعتقد بأنك تريد أو قادر على اللعب بالنار في ظل هذه الظروف، لأن اللعب بالنار يشعل حريقا لا يعرف أحد نتائجه في لبنان. نصل إلى هجوم الوزير جبران باسيل الذي اعتبر الرئيس غير موجود. وهذا المفهوم أنه رئيس قوي ما بقى مسموح بلبنان لأنه الموقع مش موجود ولأنه الصلاحيات مش موجودة، منقول بيجي رئيس قوي وبترجع بيسترد من بعده الموقع وتسترد الصلاحيات. وفي حين تتهمه قوى الثامن من أذار بأنه يريد التمديد، يحرص الرئيس ميشيل سليمان في كل إطلالة على رفض التمديد. فبالتالي كل شغلة بيحسبها، يعني هلا إذا قبل بدعوة الحكومة بيزعلوا مدري مين، أوكي بدي أشوف كيف بدل. وهو يعتقد أنه من يقدر على أن يعطيه التمديد اليوم هن فريق الأمريكان والسعودية و14 أذار، لذلك نازل يسلفهم. أو لا سمح الله تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. معادلة إنه رئاسة الجمهورية بأي ثمن وحضور الجلسة بأي ثمن، بنقول له هذه معادلة ساقطة من هلا ما تعمل مسعى فيها. هي تهمة الرئيس أنه قرر قول رأيه صراحة وعلنا. أن أي سلاح خارج منظومة الدولة ووحدة قرارها يتحول جزءا من أدوات الصراع على السلطة أو الهيمنة أو قوة احتياط لتسعير النزاعات والحروب الأهلية. لا يمكن حزب الله أن ينظم خلافا سياسيا مع أحد فورا يجعله عميلا للخارج أو في أحسن الأحوال يهدده. وآخر تصريح للأمين العام للحزب كان كما لو يهدد ويعطي التعليمات في وقت واحد. ونحن لا ننصح أحدا بالإقدام على تشكيل حكومة أمر واقع. ونقطة على أول السطر. الشجاع الجريء هو الذي يقف في لبنان ويقول أنا سأشكل حكومة، حكومة وحدة وطنية، شاء من شاء وأبى من أبى. حزب الله الذي يمسك رئاسة الحكومة الميقاتية ومفتاح مجلس النواب عينه على المنصب المسيحي الأول، وهذه ليست حملة، هذه مقدمة مخيفة. بعد الفاصل تتابعون. سينما سيتي تنطلق مع 14 صالة في أسواق بيروت. أهلا بكم من جديد. ازداد قلق اللبنانيين بعد كلام السيد حسن نصر الله التهديدي، ومن كان يفكر من اللبنانيين والمغتربين والسياح بتمضية فترة الأعياد في لبنان عدل عن رأيه. تقرير ربيع شطف. هذا المطعم قرر صاحبه أن يقفله فقط ليلة رأس السنة لأن الأوضاع وفق وصفه دائرة على الآخر. مطاعم أخرى اكتملت فيها التحضيرات لليلة الفاصلة بين عامي 2013 و2014، لكن إن بقي الحال كما هو فإن الكثير من هذه الطاولات ستبقى فارغة. أصحاب المطاعم يقومون بجهود مضنية أملا في أن يعوضوا ولو قليلا ما خسروه هذه السنة. الاكسبكتيشن إن شاء الله عالية ونتأمل يكون رأس السنة أحسن من اللي قبله ومن اللي قبله. سو فار في عنا عدد لا بأس به من الحجوزات، نتوقع إن شاء الله بعد أكثر. هي تقريبا بتشد بآخر 4-5 أيام من رأس قبل رأس السنة. الشغل كيف عم بيكون غير رأس السنة؟ بلش نسبيا بلش يتحسن، يعني قبل كان ضيف، هلا فتره الاعياد هيدي بلشت شوي تتحسن، مش مثل ما المفروض بس يعني عم تتحسن. It's getting better. العدد مبدئيا 3 ارباع مكتمل، بس في كم طاوله بعد على التراس يمكن كرمال ساعه ما بعرف. التحضيرات عاملين مثل فورميل صغيره دي جي اول شيء مثل كل سنه. بخصوص يعني الحجوزات اللبنانيه هني اكثر شيء ولا في عرب واجانب؟ نو لبنانيه، بس اكثريتهم لبنانيه كانوا عايشين برا او بعدهم عايشين برا، بس بيجوا بفتره الفاكيشنز بيجوا بقضون هون. اكثريه لبنانيه، في عندنا برسنتج صغير اجانب بس الاكثريه لبنانيه. الاسعار كيف حتكون السنه؟ في عندك تو اوبشنز، $200 و$175. سنة سيئة للغاية مرت على أصحاب المطاعم كما على الكثير من اللبنانيين الذين يأملون أن يحمل العام 2014 بعض الفرج، لكن الفرج يبقى صعب المنال إن استمر الوضع السياسي والأمني هكذا.
أربع سنوات من العمل في أسواق بيروت التابعة لشركة سوليدار أثمرت استضافة السوق لأكبر مشاريع السينما في المنطقة، سينما سيتي التي تنطلق مع 14 صالة. تقرير باسل الخطيب. أسواق بيروت هو المجمع الوحيد والأضخم في وسط بيروت يستضيف سينما سيتي، واحدة من أكبر صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط. الافتتاح العادي أو soft opening الذي جرى الأربعاء الماضي انفرد تلفزيون المستقبل بتغطيته، وهو حدث تشارك فيه شركة سوليدار مجموعة صالات الأمبير وورد ميديا هولدينج التي قال رئيسها حماد أتاسي إن المشروع تطلب 4 سنوات من العمل وهو يقع في أذكى الأبنية. أكبر مشروع سينما بالميدل إيست ويمكن من أكبر مشاريع سينما بالعالم. اللي بيميزه أنه في 2200 كرسي بس مساحة المبنى 12,000 متر، هيوج كاونتر للكونسيشن وسوشي وجميع أنواع السناكس والدرينكس. المشروع بيخلق 150 فرصة عمل. أما المدير العام لسوليدار منير دويدي فقال إن المشروع يعد جزءا من المرحلة الثانية في مجمع أسواق بيروت المملوك لشركة سوليدار الذي افتتح في مرحلته الأولى محلاته التجارية ومطاعمه. هذا المشروع صرنا مدة يعني منتظرينه لحتى يحصل، يمكن تأخر شوي صغيري لأنه مشروع عالي التقنية، يعني هالمبنى هيدا لحتى قدرنا نخلصه طبعا أخذ شوية وقت إضافي، ولكن النتيجة كتير حلوة. مركز السينمايات اللي نحن فيه هلا هو جزء من الجزء الثاني، فهو مبنى بتملكه شركة سوليدار وجزء من هالمشروع الكبير اللي هو أسواق بيروت. سينما سيتي أسواق بيروت مشروع بلغت كلفته 25 مليون دولار قبل احتساب القيمة الفعلية للعقار، وهي تستقبل زوارها في صالاتها 14 وبينها 2 VIP. أعلن عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش إنهاء ملف بيع العقارات بين القبيات وعكر العتيقة، مشيرا إلى أن الموضوع تم تسييسه وأن العيش المشترك انتصر. الكل بيعرف أنه في أحد أبناء البلدة بيع من سنتين عقار مساحته 44,000 متر مربع محاذي لدير مرجج السويتر. اليوم حبيت من خلالكم، من خلال الإعلام، من خلال وجود الكريم زفلكم خبر انتهاء هذه المسألة وعودة هذا العقار وتسجيله على عدد من أعضاء الرابطة المارونية. بدي أتشكر كذلك الأمر دولة الرئيس سعد الحريري ليش؟ لعمل اتصالات عديدة وسهل لي هذه المهمة اللي انتهت بنجاح. في بعد موضوع عقار آخر علقان بين القبيات وعكار العتيقة والمعروف بعكار أبو نديم الناظر. هذا الموضوع كمان بدي بشركم اليوم وقلكم أنه أنا وصلت باتصالاتي إلى حل يرضي القبيات ويرضي عكار العتيقة ويرضي أصحاب العكارين، يرضي أصحاب العكارات. بعد الاعتداء الذي تعرض له الرئيس السابق لهيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد العمري في منطقة برج البراجنة بعد أدائه صلاة الجمعة في جامع الروضة، حذر الشيخ العمري في مؤتمر صحفي من التداعيات الخطرة على الوضع في حال استمرت هذه الأعمال. منذ سنتين أو يزيد وهناك فريق في هذا البلد يمعن في أن يأخذ البلد إلى المجهول من خلال سياق الاعتداء على علماء المسلمين في لبنان، مرة بالقتل ومرة بالإهانات ومرة بحلق اللحى. ومن هنا نقول بأن هذه الرسائل إذا تركت في أيدي السفهاء والحمقى وأهل الفتنة وأهل الزيغ وأهل العناد وأهل الاستكبار وأهل الاستعلاء فلا أحسب أن هذا الشارع ينطلق من تلقاء نفسه، إنما ينفذ أجندة معلمه الذي يتشدق بالاستعلاء والاستكبار، يتفيهق بالظلم في قتل واستباحة دماء الناس، خاصة ما يجري على الأراضي السورية. ونحن كعلماء سنبقى نقول الحق وهذا سلاحنا.
في إطار مسلسل إلقاء القنابل اليدوية في مخيم عين الحلوة في صيدا، ألقيت الليلة الماضية قنبلتان أحدهما في الشارع الفوقاني للمخيم من دون أن توقع أي إصابات أو أضرار. ادعى زيد سليمان الشيخ سوري الجنسية بعد ظهر أمس في مخفر شتورة أن 8 مسلحين يستقلون سيارتين أقدموا في بلدة المرج على خطف شقيقه عبود وفروا به إلى جهة مجهولة، ثم اتصلوا لاحقا مطالبين بفدية وقدرها 300,000 دولار. بعد الفاصل تتابعون في الصباحية. وزراء الخارجية العرب يطالبون إسرائيل بوقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة. أهلا بكم من جديد. استمر انهمار البراميل المتفجرة على أحياء حلب مخلفة عشرات الضحايا ومساحات شاسعة من الدمار. المشهد لم يكن مختلفا في درعا وريفي القنيطرة وحماة، حيث دك طيران المروحي منازل المدنيين ببراميل الموت، ما رفع عدد القتلى أمس إلى أكثر من 90 شخصا. على الرغم من استمرار استخدام القوات النظامية السورية للبراميل المتفجرة في قصف معاقل المعارضة داخل مدينة حلب، نجح الجيش الحر بالسيطرة على مشفى الكندي الاستراتيجي داخل المدينة، مضيفا إلى سجل إنجازاته نقطة إضافية. في غضون ذلك تواصل المقاتلات الحربية التابعة للنظام ولليوم السابع على التوالي قصف قرى وبلدات في ريف حلب بالبراميل المتفجرة والصواريخ، حيث تعرضت أحياء الأشرفية والشيخ مقصود ومخيم حندرات لقصف عنيف. وفي درعا سجلت مجزرة جديدة بعد إلقاء البراميل المتفجرة على مخيم درعا، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال. البراميل المتفجرة انهمرت كذلك على منازل المدنيين في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة وعلى قرية سروج بريف حماس الشرقي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى. في المقابل تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في العاصمة دمشق، ولا سيما عند مدخل حي مخيم اليرموك، فيما تجدد القصف على الأحياء الجنوبية. بدوره شهد الريف الدمشقي قصفا عنيفا برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، طال مدن وبلدات بيت سحم ومعلولة وعدرة ومعضمية الشام وعدة مناطق بالغوطة الشرقية، فيما هز انفجار ضخم ريف دمشق الغربي جراء استهداف حاجز لقوات النظام على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق القنيطرة قرب اللواء 68. وفيما قصفت المدفعية مدن الرستن وتلبيسة في حمص بشكل عشوائي، أغار الطيران الحربي على محافظة إدلب مستهدفا مدينة كفر نبل وبلدة سرجة بجبل الزاوية، في حين دارت اشتباكات عنيفة في محيط مطار دير الزور العسكري وسط قصف صاروخي على بلدة المريعية ومحيط المطار. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السوري بتعمد قتل المدنيين في حلب، وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها إن القوات النظامية استخدمت في هجماتها العشوائية وسائل وأساليب حربية لا تميز بين مدني وعسكري. وقال التقرير إن سلاح الجو السوري إما غير كفوء إلى حد الإجرام، وإما يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان. حمل وزراء الخارجية العرب إسرائيل مسؤولية إعاقة السلام من خلال استمرار عمليات قتل الفلسطينيين والتمادي في الاستيطان، وطالب الوزراء في ختام اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالبوا الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات فرصة وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. في ليبيا قتل 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم وجرح 15 آخرون بينهم جنود في الجيش الليبي، جراء تفجير انتحاري قرب مركز عسكري عند البوابة الشرقية لمدينة بنغازي. وقال أحد عناصر الشرطة المكلف حماية المنشأة النفطية إن الانتحاري كان يقود سيارة من نوع تويوتا بيك أب رباعية الدفع. ونصل في الختام إلى التذكير بعناوين الصباحية. لسه ما لدينا أي اتصال من جمهورية من حكومة لبنان حتى الآن.
وزير خارجية جنوب السودان ينفي للمستقبل وجود أي متابعة رسمية لبنانية لمعاناة مئات اللبنانيين في جوبة. القرار اللي اتاخد من غرفة الدرجة الأولى إن احنا نبدأ بالمحاكمات الغيابية في قضية حسن حبيب مرعي مش راح تأثر على ابتداء المحاكمات في 16 يناير. المحكمة الدولية تواصل وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المحاكمات في 16 من الشهر المقبل، ولبنان يسدد حصته من موازنتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. براميل الموت تحصد عشرات الأرواح في حلب ودرع والقنيطرة وحماة. هذا كل شيء في النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.